أربع سنوات ولا جديدة فيها. منذ قراري التخصص في مجال الإعلام إلا أن هذه الوسائل الإعلامية للأسف الشديد لم تلامس قضايا وتطلعات الشباب في جيلنا وفي عصرنا. الشباب مستاء لأنه يتطلع دائماً إلى أنه يلاقي وسيلة معينة تلبي احتياجاته ورغباته. مصر هي الدولة العربية السباقة إلى امتلاك قمر صناعي خاص بها، أطلقت عليه اسم نايلسات، وقد غير البث التلفزيوني الفضائي وجه الإعلام العربي، كما أن التلفزيون وصناعة السينما في مصر تزود معظم السوق العربية بالأعمال الفنية التي تنتج في مدينة الإنتاج الإعلامي بالجيزة. فكرنا أن بدايتنا تكون في مصر، ومن هنا كايرو ميديا سكول. أستاذ أحمد، لماذا أنشأتم الكايرو ميديا سكول؟ بص، في الحقيقة المراكز التدريبية مراكز حاجة مهمة جدا. يعني لو احنا بنتفرج على بره أو في الدول الأوروبية أو الأمريكية، دايما بيبقى في مراكز تدريبية مرتبطة بالمؤسسات الإعلامية، لأن ده بيضيف كتير. يعني أنت يمكن زي ما أنت شايف هنا عندنا، احنا عندنا مدربين محترفين جدا في مجال الإعلام، بيحاولوا يساعدوا سواء الطلبة اللي في كلية إعلام أو حتى الناس اللي شغالة بالفعل إن هم يطوروا من قدراتهم، لأن في النهاية التدريب جزء أساسي لا يتجزأ من منظومة الإعلام ككل. طيب، الآن بكل تأكيد هذه المدارس أضافت إلى رصيد الإعلام المصري الأشياء الكثيرة، كيف بتكون هذه؟ بالتأكيد، أنت بتتكلم إن إحنا بنجيب مدربين من برا بيحاولوا يطوروا في الإعلام المصري، بيحاولوا يضيفوا نوع من أنواع الاحترافية أكتر غير الموجودة دلوقتي، بيتم تدريب الطلاب عشان يبقوا مؤهلين لسوق العمل، فما ياخدوش فترة تدريب كبيرة، لأن دايما الإعلام بيشتكي إن الطلاب مش مؤهلين، إن هو بيبذل مجهود خرافي مع الطلبة إن هو يبدأ يدخلهم في السيستم ويفهمهم إيه اللي بيحصل. فأكيد التدريب، واحنا يعني مؤسسات تدريبيه كتيره موجوده في مصر، ده طبعا بيضيف لمجال الاعلام بشكل او باخر. صناعه الافلام الوثائقيه استهوتنا، وقلنا ليش ما نتعلمها. فتره تدريبنا كشفت لنا عن افكار تنفع بلدنا وتغير الواقع. الفكرة بدأت تدور في أفكارنا وفي مخيلتنا، ليش ما نبدأ نكون مشروع كبير ونهضوي يخدم جيلنا في وسائل الإعلام وبالذات في مجتمعاتنا؟ فكان المشروع هو يمن زوم. نقل الحقيقة علم يحتاج إلى دراية به. أحلم أن أقدم برامج إخبارية بحيادية وموضوعية. من حق أبناء بلدي الحبيب أن يشاهدوا برامج هادفة بمعايير وإخراج عالمي وفق أحدث التقنيات. أن نقدم صوتاً أصيلاً للمكان والزمان يعبر عن طموح الشباب وهوية الإنسان. صوتاً إعلامياً شاب ملهماً ومشرفاً، هكذا نراه حقيقة، ويبدأ سيناريو الحلم من هنا، وإن غداً لناظره لقريب أقرب من هذا النيل.
آمل أن أشكل مع عدستي عينا خضراء تأخذ المشاهد إلى صورة صادقة مختلفة لهوية وطني. لأن أبناء جيلي يتطلعون إلى إعلام مختلف وأنا منهم، سابقهم نحو العالمية بإذن الله. برنامجا إعلاميا هادفا نرتقي من خلاله بالإعلام الحديث ويطبق معايير الأخلاق المهنية.